родилась в Пятигорск, фи джеми хати пикуми в Пятигорск, фи санати салюта, фи кулети тарджама. Саляму алейкум, исми Мариам. أنا أدرس في الجامعة الحكومية ببيتيجورسك في السنة الثانية الثالثة وفي كلية ترجمة. عارفين العربي أحسن من ده بتاعي بيتكلموا عربي كويس والله العربي كويس يعني شكرا السلام عليكم اسمي نجم الدين أنا طالب في جامعة داغستان الحكومية أدرس في الصف الثالث لكلية الاستشارة السلام عليكم اسمي محمد انا طالب في جامعة داغستان ادرس في كلية الاستشراق في الصف الثاني ثاني ولا ثاني؟ ثاني ثاني السلام عليكم اسمي رشيد ادرس في كلية الاستشراق انا طالب في جامعة داغستان في سنة ثلاثة انا كان لي يعني حظ ما اعرفش انتوا تعرفوا عربي لسه انا رحت داغستان في 2000